السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعدنا حضوركم لسلسلة المحاضرات المقدمة عن طريق مركز التميز للتوحد. معكم الدكتورة رفيف السدراني، رئيس قسم المحتوى والتطوير في مركز التميز للتوحد. تقدم لنا اليوم الدكتورة أروى أخضر محاضرة بعنوان حكاية محمد. الدكتورة أروى متخصصة في التربية الخاصة والمناهج وطرق التدريس والفلسفة في الإدارة التربوية، عضو مجلس إدارة في جمعية أسر التوحد، ومدرب معتمد في أكثر من جهة. حياك الله دكتورة. أهلا وسهلا فيك وأشكرك جزيلا على هذا التقديم، يعطيك العافية. الله يعافيك دكتورة، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بكل خير. في البداية أحب أن أشكر جميع القائمين على مركز التميز للتوحد لاستضافتهم لي ودعوتهم الكريمة للحديث عن تجربتي الشخصية مع ابني في حكاية محمد. كل الشكر والتقدير لك دكتورة رفيف سدراني على أيضا حسن التواصل والاستضافة في هذا اليوم، وأرحب بجميع المتواجدين والحضور الكرام اللي فعلا يعني إحنا اليوم يمكن تكون محاضرتنا غير تختلف عن المحاضرات النظرية. محاضرتنا عبارة عن حكايات، كل أسرة فيها طفل من ذوي الإعاقة يعيش حكايات مختلفة ومتنوعة وتختلف، وهناك تجارب مختلفة يعني مليئة بالقصص اليومية والتفاصيل والدقيقة. لذلك يعني ممكن اليوم يعني نتبادل الخبرات والتجارب في حكاياتنا، وأرحب بجميع الأسئلة اللي ممكن أو ممكن في أثناء الحديث راح يكون في تركيز كثير على خصائص اضطراب طيف التوحد. قبل ما أحكي حكايتي أقول الحمد لله أننا في مملكة الإنسانية والعطاء، فاعتناء القيادة طبعاً الرشيدة بأبنائها من ذوي الإعاقة ولكل ما توليه لهم الرعاية ودعم، فالشكر للقيادة الرشيدة لمقام سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله. شكرا فعلا لهذه الدولة العظيمة المملكة العربية السعودية التي احتضنت الأشخاص من ذوي الإعاقة وجعلتهم أولى أولوياتها. في حكايتي أتقدم بالشكر، ومن هذا المنبر أتقدم بالشكر لكل شخص دعمني ودعم ابني محمد وكل من قدم لي يد المساعدة والعون. طبعاً لا يوجد نجاح من شخص واحد، ولا يوجد أيضاً شخص واحد يستطيع أن يقوم بعدة أمور متعددة، لذلك فالنجاح دائماً يكون في مجمله هو تعاون ودعم من عدة أشخاص ومن عدة ومن أولها ينطلق هذا الدعم من الأسرة. خلينا في فاصل ثم نستكمل. حكايات محمد هي يوميات محمد كتبتها أم على لسان ابنها والذي شخصت حالته بطيف التوحد، وصفت بها تجربتها والتي ذكرت أنها رغم صعوبتها إلا أنها مشوقة ممزوجة بحنان الأم وخبرة المختصة. تبدأ القصة من اللحظة الأولى التي ولد فيها مشعل حتى اكتشاف طيف التوحد لديه، فأصبح محمد انتهاء بدخوله الصف الأول الابتدائي. ذكرت الدكتورة أروى أخضر والدة محمد أن هذه الحكايات تشتمل على مجموعة قصصية ليومياته تهديها لكل أسرة وهبها الله بطفل توحد أو أكثر. أتمنى أن الصوت كان طالع، إذا كان بس الصوت واضح. حكايات محمد. اليوم حابة أني أشارككم تجربتي الشخصية كأم مع طفل من ذوي اضطراب التوحد. قد لا تكون هي مميزة،
في نظر البعض. في كثير من الأسر التي سبقتني وكان لها دعم كبير مع أبنائها، سواء كان طفلها من ذوي التوحد أو ابنتها، يعني هناك جهود جبارة بذلت من العديد من الأسر، ولكن جميعنا نتشارك التجارب وهي تختلف من أسرة لأسرة. يعني الظروف المحيطة في كل أسرة مختلفة تماماً، فهناك أسر يعني عانت مع أبنائها كثيراً، وكلنا نحن جميعنا الآن إذا كنا يعني نعيش هذه الظروف، أن يكون ويقدر لنا الله سبحانه وتعالى أن يكون لدينا طفل من ذوي الإعاقة، فكيف تكون حياة هذه الأسرة؟ الحمد لله والشكر لله، نحن راضون، لأن يعني الحمد لله تغلبنا على كثير من الأشياء وواجهنا كثير من التحديات، ولكن أيضا هذه التحديات إذا أثمرت وأينعت وقطفنا ثمارها حتى لو كان بدرجة بسيطة جدا، إلا أننا نستشعر هذا التقدم، والحمد لله هناك نماذج متعددة سبقتنا وسبقت تجربتي البسيطة مقارنة يعني بإنجازاتهم وجهودهم الجبارة. اليوم نتشارك في هذه القصة البسيطة في حكاية محمد. طبعا كل من قدم لي المساعدة أشكرهم من أعماق قلبي، وإذ أيضا يعني على رأسهم أمي الغالية رحمها الله تعالى الدكتورة فوزية أخضر، فدعواتي الصادقة لها وأسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته. كلمات الشكر والتقدير لا توفيها، فقد علمتني معنى الأمومة الحقة والتي شاركتني في قصة حياة ابني. والدتي رحمها الله كذلك قبل 50 سنة عندما أنجبت أخي الأكبر صمم كلي من الولادة، واجهت تحديات كبيرة وعاصرت أمور كثيرة، وواجهت غياب مفهوم الإعاقة بشكله العام. لذلك كانت من مؤسسي التربية الخاصة في المملكة العربية السعودية بعد أن تغربت، وبعد أن يعني راحت بريطانيا مع أخوي الأكبر، وكيف أنها واجهت يعني ندرة الخدمات كانت في ذلك الوقت عندنا، وكيف أنها يعني حطته في مدرسة داخلي في بريطانيا ودرست الزمالة البريطانية هناك في تلك الفترة، إلى أن فتحوا برامج الدمج في بريطانيا كأول برنامج، وبعدها التحق في بريطانيا في مدرسة دمج وكانت أول مدرسة، وعندما عادت إلى أرض الوطن أصبحت تطالب بالتربية يعني بأن يكون هناك لدينا برامج دمج في مجالات التربية الخاصة. رحم الله أمي، هي من ساندتني، ويعني كان لها الفضل الأول والأخير بعد الله سبحانه وتعالى في مواجهة هذا التحدي، لأنها سبقتني في هذا وفي كل الظروف اللي مرت فيها. أيضا دعواتي الصادقة والشكر موصول لكل عائلتي وأقاربي وأهلي وأصدقائي اللي فعلا دعموني من ولادة محمد، من يوم بدأت أشعر أن محمد طفل يختلف عن أخواته، فبدأت يعني أحاول أني أنا أدرك تماما كيف راح يكون مصير هذا الطفل في هذا البيت، وكيف راح يكون الخدمة اللي أقدمها حتى أشوفه في أحسن حال. كذلك الشكر للأستاذ محمد حسني أخصائي التربية الخاصة والتخاطب الذي احتضن وربى محمد من يوم كان عمره سنة
فهو بمثابة الأب الروحي له، وشاركني في تطوير قدراته ومهاراته. وأشكر أيضا القائدات والمعلمات الرائعات اللواتي درسنا محمد في مرحلة رياض الأطفال والحضانة والابتدائي، وكل من دعمني ودعم ابني من زملاء الأخصائيين والأخصائيات والمشرفين والمشرفات في وزارة التعليم. بداية الحكاية، ولد ابني مشعل في يوم 12 فبراير. ولدت ولادة يعني تحولت من طبيعية إلى قيصرية، وهبني الله مشعل وهو الطفل الثالث بعد أخواته هلا ونوف. الآن هلا ونوف في الجامعة، ومحمد أو مشعل، خلينا نمشي على خط مشعل، وهو في الصف الرابع الابتدائي ولله الحمد. كبر في أحضاننا وكان طفل زي وزي أي طفل عادي. طبعاً كانت الفكرة أن أدون حكايته ويومياته، لأنه إذا أراد الإنسان أن يتتبع حالة معينة يلجأ دائماً إلى التدوين، وإذا أراد أن يصل لنتيجة عليه أن يربط ويركب بين الأحداث ويبحث عن الأسباب والمسببات حتى تكتمل الصورة أمامه، يعني زي البازل. فبدأت أكتب في حكايات محمد، كانت كل نتيجة توصلنا لها كانت بعد جهد كبير وتفكير عميق وخطوات متسلسلة حتى تم الوصول لها. من هنا بدأت التدوين وتدوين الفكرة. حقيقة أشكر الأستاذ محمد الغانم وهو المختص في تعليم اللغة العربية اللي راجع ودقق حكاية محمد، كانت مبادرة تطوعية كريمة منه، وأسأل الله أن يجزيه خير الجزاء. بداية هذه الحكاية زي ما قلنا، يعني كان في العام الأول من ولادة مشعل، كانت في أحداث كثيرة اجتمعت في تلك الفترة: مولود جديد، حصولي على شهادة الدكتوراه، تكليفي بمنصب مديرة عام للتربية الخاصة مكلفة بوزارة التعليم، وكان هذا في عام 1434 هجري. طبعاً بدأنا نشعر بالمشكلة، فالشعور بالمشكلة دائماً هي تكون البدايات. احتوينا محمد بكل ما نستطيع، وطبعاً يعني الحمد لله، لأني كنت في أسرة، نشأت في أسرة هي أساساً دعمت التربية الخاصة ومن مؤسسي التربية الخاصة، وأيضاً اكتسبت الخبرة لأني في أسرة فيها أخ الكبير أصم، وهذا هو سبب تخصصي في مرحلة البكالوريوس، لأنه إحنا من أسرة فيها تربية خاصة. احتوينا محمد وكل شخص من العائلة من الأسرة أصبح مسؤول عنه يعني ويعتبر أن هاجس الأول كيف ممكن يتجاوز محمد كل الصعاب. كل عائلتي وأهلي دعموني طبعاً دعم لا محدود، تعاونوا معايا كثير على محمد. كنت مستمعة جيدة لنفسي، لمشاعري، لقلبي، لإحساسي أنه ابني محمد مهما كان في مغالطات أن عنده مشكلة، رغم أن الشك والنفي راح يكون قليل عادة عند المختصين، لأن المختص بالتربية الخاصة نستطيع أن يدرك تماماً بمجرد نظرة أنه يعرف، ولكن كيف يكون المختص وكيف يكون هذا المختص هو من أنه يكون ابنه أو يعني جزء منه. فالشك والنفي اللي كنت أحياناً أسمعه من البعض، ولكني يعني حكمت عقلي أكثر يعني ومنطقي وما أشاهده من ابني.
لا أنكر أن حياة الأسرة اختلفت تماماً بعد مشعل، ولكن الاختلاف لم يؤثر ولله الحمد علينا كثيراً. هذا الاختلاف طبعاً في يعني لأننا كلنا نؤمن بقضاء الله سبحانه وتعالى ورضينا بما قسمه لنا الله سبحانه وتعالى. جميلة هي الحياة إذا رضينا بهذه الرضا. من أساسيات السعادة هو الإيمان بقضاء الله وقدره. اختصنا الله سبحانه وتعالى وميزنا عن غيرنا ووهبنا الله أجمل خلقه. فدائما أنا أقتبس عبارة إن في بيتنا طفل من أهل الجنة. هنا خلاص أنا صار عندي قناعة تامة إن محمد هو عنده طفل في مشكلة. أعد ترتيب حياتي لتكون أولى أولوياتي هو طفلي محمد أو مشعل. مرحلة الاكتشاف المبكر، دائما الاكتشاف المبكر هي أساسية وهي المنطلق اللي إحنا نستعد. فبمجرد أن اكتشفت أن في مشكلة ألحقت بحضانة دار السلام الأهلية. الحضانة كان سبقوا أخواته كانوا فيها، حضانة طبعا عادية فيها فعاليات وفيها مديرة رائعة هي الأستاذة هدى الحميدي، الله يعني جزاه الله كل خير. طبعا حضانة دار السلام هي لسمو الأميرة منيرة الفيصل عميدة المدارس. يعني الحضانة كانت جدا جدا متميزة وما زالت. نشأوا بناتي فيها، وبعدين حطيت محمد لأني عارفة تماما قدرات هذه الحضانة وقدرات المديرة الرائعة في أنها كيف ممكن تحتوي الطفل. فكان أنا عندي في هذه الفترة اللي أنا شكيت لو 1% أن محمد فيه مشكلة، فألحقته في هذه الحضانة حتى أشوف الانطباع. وحتى دائما إحنا نقول أن فترة الاكتشاف المبكر ليش هي فترة ذهبية؟ لأنه يستطيع أن أي أحد أنه يشكل هذا الطفل، وهو زي الصلصال في هذه الفترة الذهبية نريد أن نستثمرها لصالح الطفل، نشكله ونعيد تشكيله بما يتلائم مع خصائص المجتمع وندمجه من خلال الدمج. وهنا نأكد دائما على موضوع الدمج المجتمعي، لأنه ممكن كثير من الحالات أنها تختفي أو كثير من الأعراض أنها تتلاشى أو يتم تحسنها بمجرد أن يكون في اكتشاف. هذا ما ندركه نحن كمختصين في التربية الخاصة. فكان هذه أول نقطة وأول ركيزة بديت فيها، وقلت أنه ممكن تتلاشى الكثير من الأشياء وممكن يرجع ويكون طفل عادي. تأكيد المشاعر وجوده في فترة الحضانة أدت كثير من الأشياء اللي أنها بدأت تؤكد لي مشاعري اللي كنت أريد أني أنا أنفيها. بدأت المشاعر يعني تثبت، بدأت السمات تتأكد، يعني كل صورة من هذه الصور لها قصة ولها أشياء كثير. من أمور دائما اضطراب التوحد، وإحنا عارفين كمختصين إذا جيت أنا أرتدي الآن قبعة الاختصاص، خصائص اضطراب طيف التوحد هو عدم الاستجابة أو قلتها أو ضعفها، عدم التواصل البصري، يكون في رفرفة في اليدين، الدوران حول نفسه، ما يرد على اسمه، ضعف الانتباه للأشخاص البشر. إذا كان يبغى شيء معين يكون من خلال سحب اليد. هذه كلها من الأشياء اللي تؤكد لي وجود أن طفلي في مشكلة وعنده ضعف الانتباه، فلذلك أني أنا لازم أنتبه لخصائصه. إذا جينا هنا نشوف مثلاً انتباهه للأشياء والصور الكرتونية هي اللي كانت تجذب انتباهه أكثر من البشر، أكثر مننا إحنا يا أم يا أب
في أسرته وأخوانه وأخواته، كان فقط يبتسم ويشوف الصور الكرتونية اللي برسومة، المجسمات، هذه هي اللي تلفت انتباهه. طبعا كثير احنا نسمع عن خصائص وسمات التوحد. نقطة مهمة في مجال الاختصاص انه مو شرط كل السمات تكون موجودة عند الطفل، قد تكون 3 سمات من اصل 14 سمة او اكثر، وقد تزيد وقد تنقص بحسب اختلاف الفروق الفردية واختلاف نفس اضطراب التوحد. احنا نعرف ان اضطراب طيف التوحد، لماذا سمي طيف؟ لانه مثل المظلة، في فئة بسيطة تدمج دمج كلي، في فئة متوسطة وشديدة احيانا يعني تكون حالاتها اصعب من الفئة البسيطة. فعلى حسب شدة نفس الاضطراب واعراضه على هذا الطفل. نعود لقصتنا لمحمد. من السمات، هذه السمات اللي أنا بديت أشك فيها، وأنه انجذابه نحو المجسمات الكرتونية أكثر مني أنا كبشر. وطبعاً هذا لا يعني أنه إذا هو انجذب للكرتون أنه بيكون عنده هذه سمة تنطبق لاضطراب طيف التوحد، ولكن هذه مؤشر لأنه لا يتجاوب مع الأشخاص العاديين. أيضاً التدوير، هنا إذا شفنا صورة يدور العجلات، مشي في خط مستقيم لا يعني أن الطفل اللي يمشي خط مستقيم، ولكن هذه الخط المستقيم عندهم من خصائصهم أنه يصفف الأشياء. فالتصفيف، رص الأشياء، هذه كلها من الأشياء اللي بدأت تأكد للمشاعر. ولما تأكدت عندي المشاعر في عمر تقريباً 1 سنة وشوية، عدم استجابته كان لاسمه بالبداية. كنت أشك في البداية أنه هو ممكن يكون أصم. ليش أعطاني هذا الشعور؟ باعتبار أن أنا أخوي الكبير أصم، فهذا اللي جاء على بالي أنه قد يكون، لأن عدم استجابته ما ركز كثير أنه قد يكون اضطراب التوحد. بعد كذا سويت اختبارات منزلية لأن مختصة في هذا الجانب وهذا ساعدني. سويت اختبارات منزلية، عرفت أنه لا، هو يسمع ولكن يسمع ما يريد أن يسمعه. يعني إذا كنا مثلا جالسين في مكان وحطيت أغنية يحبها في مجلس آخر، يجري ويسمعها ويجي منجذب عليها. إذن نفيت هنا عنه أنه هو ما يسمع. صحيح أن هذا قادني لحاجة، سبحان الله، اكتشفت أن عنده سوائل في الأذن، وسويت له عملية نحمية وسحب السوائل وحطوا له أنبوب. فسبحان الله، هذا الشك خلاني أفحص وأتحقق، وبالتالي اكتشفت شيء ثاني وعرفت في نفس الوقت قدراته السمعية طلعت كويسة، لكنه لا ينتبه للأصوات، خلينا نقول الآدمية، ولكنه يسمع ما يريد أن يسمعه. هنا كبر محمد وبديت أنا يعني أتيقن بقوة أنه عنده اضطراب التوحد كما شخصته أنا في البداية. وهنا يعني بديت كل ما زاد عندي اليقين، كل ما أني يعني قلبي يتألم وينكسر. أذكر أن هنا الوالدة الله يرحمها ويغفر لها دخلت علي، وأنا كنت فعلا منهارة بالبكاء. فعندما نظرت لي قالت لي كأني عشت مراحل الصدمة والإنكار والشك والحزن والبكاء. فكلماتها أثرت فيها كثير. حاولت هي في البداية أنه تبعد عني الظنون أو اعتقادي بهذا أنه عنده اضطراب التوحد. فكانت تقول لي حبيبتي أروى أني أنا أشوف فيك نسخة مكررة من حياتي. وكانت دائماً تسعى إلى أن تحيا لتقف بجانبي وتشد من عضدي. فطبعاً هي ما كانت تتمنى أنه تشوفني نسخة مكررة من حياتها، لأنها عانت وعاصرت
وعانت كثير وعاصرت كيف التحديات والألم والمواجهة في وجود الطفل من ذوي الإعاقة. لكن بعد سبحان الله هذه الكلمات، هنا قررت أني أنا أنطلق، وأنه يكون في يعني أنا على يقين بإذن الله سبحانه وتعالى أن مشعل يعني لازم يكون يعني لازم يكون بإذن الله تعالى قادر على أن يتجاوز هذه التحديات. كلمات أمي دعمتني أن أنه يعني زي ما أنا شفت كيف هي تخطت الكثير من الحواجز، وكيف دعمت وكيف قدمت الكثير في المملكة العربية السعودية، وما اقتصرت يعني الخدمة اللي قدمتها والدعم ما كان بس على أخي، ولكنها يعني سوت أشياء كثير للوطن ولجميع فئات ذوي الإعاقة. لذلك قررت أنه أنا لازم أنا أنطلق. بدأت حتى وأنا مختصة يجب أن أعود لأهل الاختصاص في الأمور الفنية، لأن أنا مساري في التخصص هو إعاقة سمعية، ولكن يجب علي أن أبدأ رحلتي التشخيصية وأن يعني أعرف أكثر عن اضطراب طيف التوحد، لأنه حتى إحنا بالجامعة لما ندرس التخصصات الأخرى بشكل بسيط، ولكن يكون التعمق عندي في مجالي اللي أختصيت وهو الإعاقة السمعية. ودائما نحن كمختصين الآن نقول للأسر دائما من خاض التجربة هو يعتبر الخبير، وراح يختصر عليك الكثير. فلقناعتي بهذه العبارة ودائما أرددها، كنت أروح أبغى أعرف أكثر، ولكن بديت وانطلقت من أهل الخبرة، وأهل الأسر هم أهل الخبرة في نظري وهم رقم واحد. فلما توجه طبعا لمين؟ لجمعية أسر التوحد ولمركز التدخل المبكر في الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. فحتى نواجه أي تحدي لازم نبحث عن مجموعات الدعم، الأمهات والتجارب. فلما توجهت لجمعية أسر التوحد، لأن كانت رئاسة هذه الجمعية ترأسها سمو الأميرة سميرة الفيصل، وهي أم التوحدين، هي يعني على طول جاء في بالي أن دائما سمو الأميرة سميرة كانت تحكي عن تجربتها مع ابنها وهو من ذوي اضطراب التوحد. فكنت أروح كل المحاضرات اللي تقدمها سمو الأميرة عشان أعرف أنا أكثر كأم، كتجربتها كأم. أنا ما أبغى الآن كنت أسمع من المختصين إيش حيقولوا لي، فتبغى أسمع الأمهات كيف عاشوا التجربة. أيضاً كنت أحضر مجالس الأسر اللي تعقدها وزارة الموارد البشرية، كان في مركز التدخل المبكر الأستاذة هدى الحيدر، هي أيضاً أم لشاب من ذوي اضطراب التوحد. فجلوسي واستماعي لمناقشاتهم كان يضيف لي أشياء كثيرة في خطتي اللي أنا حشتغل عليها مع ابني محمد. فلذلك حتى يعني يكون عندي منطلق في التخطيط. فهنا طبعا يعني صراحة الجمعية والمركز التدخل كانت البذرة في مجال الدعم والإرشاد الأسري. بديت أحط خطتي هنا، بدأت أرسم طريقي مع ابن محمد، وبدأت أيضاً أتعمق في القراءة أكثر عن خصائص التوحد، وأقارنها باللي أسمعه من التجارب الأسر، وأقارنها كذلك مع ابني. كثير استمارات بديت أعبيها وأشوف، حتى أشوف جوانب القوة وجوانب الضعف، وإني أنا كيف أركز. ومع استمراري في أني ألحقه في الحضانة،
وأدرس الخيارات المثلى في هذا الجانب. بدأت الرحلة التشخيصية في عمر السنة وثمانية شهور، أشخص تشخيص دقيق. فكان التشخيص الأول في مركز الأمير ناصر للتوحد، وأعطاني التشخيص بأنه هو عنده طيف توحد بسيط مع إمكانية دمجه بالتعليم العام. أنا يعني حبيبي مشعل حزينة كثير عليه، لأني أرهقته في التنقل بين المراكز، رايحين جايين لمركز لآخر، رغم أنه إحنا دائما نكرر كلمتنا للأسر، ولكني سويتها. دائما نقول لا ترهقوا أبنائكم في التشخيص المتعدد. التشخيص المتعدد يتعب الأسر ويتعب الطفل ويضيع الوقت أيضا على الأسر. البعض يقول أن التشخيص المتكرر لأنه تريد الأسرة أن تسمع أحد ينفي لها التشخيص المؤلم. في الحقيقة أنا يمكن يكون هذا جانب بسيط، ولكن هو مو للنفي بقدر ما أنه أريد، يعني أنا اشتغلت عليه على خطين، اشتغلت على جانب التشخيص واشتغلت على التدخل المبكر في خطين متوازيين. تشخيص محمد، ليش أنا اشتغلت كثير على تشخيصه؟ لما يكون اضطراب التوحد بسيط في البدايات وما يعطيك الدقة في الخصائص، فيكون تشخيص محير، لأنه أحياناً أنا كأم أشوف إن عنده هذه الخصائص وأحيان كثير أرجع أنفيها عنه. فهذا التشخيص المحير، وهو تشخيص يقع في المنطقة الضبابية، يختلط كثير على الأخصائيين، لأن حتى كثير من الأخصائيين في البداية كان عندهم شك، بعضهم نفى، بعضهم شك، بعضهم أعطاني أنه يمكن. فدائما إحنا نعرف أنه هذا يحير، خصوصا إذا كان في تدخل جيد للطفل، وخصوصا إذا كان هو من ذوي الأداء العالي أو ذوي الأداء الجيد. عشان كذا الرحلة التشخيصية بدأت يعني تعطيني أنا بعض الانطباعات حتى أرسم الرسمة الصحيحة في الانطلاق، واشتغلت كثير على هذا الجانب. إحنا ندرك تماما أن التشخيص الواضح والصريح يريح الأسرة ويريح الأهل، حتى لو كانت حقيقته مرة. فمشاعري قوية جدا، وعندي قناعة تامة أني أنا أعرف وشخصتم أنه هو خلاص توحد، وراح أشتغل على أنه توحد. ولكن أيضا تعددت التشخيصات، زرت كثير من المراكز، طبعا أنا في وزارة التعليم فعند أعرف مدركة تماما كل مراكز الوزارة، وأيضا المراكز الخاصة المختلفة الأخرى. فاشتغلت على رحت تشخيص في وزارة التعليم، تشخيص في مركز أبحاث التوحد التخصصي، واشتغلت على مركز الأمير سلطان للخدمات المساندة، ومركز الحرس الوطني، كثيرة كثير مجالات واختلاف التشخيصات. طبعاً يعني الاضطرابات متعددة، وإحنا في التربية الخاصة ندرك أن الاضطرابات كثيرة وتتقارب وتتفاوت. هناك فرق بين اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، بين التوحد، بين الاضطرابات يعني تكون داخلة النمائية المتعددة. فأي تشخيص يعتمد في الكثير أو على الأغلب على ما ترويه الأسر، لذلك وبعد كذا يتدخل الأخصائي ويبدأ ملاحظاته الدقيقة ويبدأ يشخص بشكل دقيق حتى يصل إلى نتيجة محددة. لدرجة أني أيضا فكرت
في التواصل مع مستشفى أورمونت ستريت للأطفال في بريطانيا، وكان وقتها محمد صغير، فقالوا لي إنه قبل 4 سنوات إحنا ما نشخص، إحنا ولا نوصمه بوصمة تشخيص إلا إذا اكتمل عمره 4 سنوات. فلذلك محمد كان صغير وقتها، فصرفت النظر عن بريطانيا وقالوا إحنا أساساً ما نعطي إلا توصيات مبدئية. بعد الاستشارات أيضاً من أهل الأخصائيين في مجال التخصص الدقيق وتوجه للمرجعيات، حضرت كثير من دورات مؤتمرات وتعمقت أكثر وأكثر وأكثر معرفياً عن التوحد. طبقت كثير من المقاييس على ابني محمد، كارلز و اي بي اي. هنا انا دائما يعني احب ان اعيد التاكيد على اهميه الرجوع للمرجعيات المتخصصه والتحقق من المعلومه. في معلومات كثيره متضاربه، يمكن انا كونني مختصه اقدر اميزها بكل سهوله، ولكن الأسر اللي ما هي متخصصة قد تعيش هذا التناقضات وتحتار كثير في الأمور المتعددة اللي ممكن تعود المرجعيات. حتى أني لجأت كثير للطب الشعبي والطب النبوي والقراءة وغيرت اسمه. في طبعاً يمكن يعني مثل قديم أو شيء، إن إذا كان في مشكلة الطفل إذا غيرت اسمه قد يذهب ويذهب مع الاسم. يعني طبعا هذه من الأشياء، يعني أنا قلت ماني خسرانة وخلني أغير، وغيرت اسمه لمحمد. يعني هذه من الأشياء اللي كان يعني أقدمت عليها وفعلا غير. اشتغلت عليه تدخل مبكر، وإحنا نعرف تماما أن هنا المفاجأة اللي تكون على الأسر، أن كل شيء يحتاج له تدريب. اضطراب التوحد كل جزئية، يعني في أشياء ما تخطر على بال أحد أنه يحتاج للطفل أنه يتدرب عليها. فبدأت تتوسع المجالات التدريبية، واخترنا كيف أن كل دقيقة يجب أن تستثمر لصالح التدخل المبكر، وهو أهم بكثير من أني أشغل نفسي بكثرة التشخيصات. هنا بدأنا نركز، وكل أفراد الأسرة حتى يعني بدأنا نشتغل على موضوع تعديل كل جوانب الضعف اللي موجودة عند محمد. بدأنا نشوف كيف أنه هو يبدأ يتدرب على الأمور المختلفة تماما. فكل حلم صغير يبدأ بخطوة. هنا الحب والحنان والتقبل هي الداعم الأساسي في هذه الرحلة الطويلة، ولا نتعجل النتائج. فنقطة البداية دائما يجب أن إحنا نعرف كيف الدخول لعالم هذا الطفل، كيف مفتاح الدخول لعالمه، كيف هي نقطة ركيزة أساسية أحتاج إلى أني أعرفها عشان أدخل لتنمية مفاهيم وإدراك. وكانت البداية كنا بالسيارة، وفكرت أني أنا أبدأ أحفظه أو أعلمه مسميات الأشياء، أن غياب اللغة اللي موجودة عند محمد هو غياب المصطلحات ومسميات الأشياء. فبديت أنمي عنده المفاهيم والكلمات، لأني توقعت أن محمد ما عنده حصيلة لغوية، ما يعرف مسميات الأشياء حتى يبدأ يتحاور معايا. فكانت هي هذه النقطة. بديت بالأشياء اللي كان يحبها، آيس كريم، أوري له الصورة، ولأن إحنا ندرك تماماً اضطراب التوحد المدخل البصري لتنمية مفاهيمهم كانت باللغة، وبأن يكون بالصور واستخدام الوسائل البصرية لأن إدراكهم إدراك بصري. فبديت أوري له صورة الشيء، بعدين أنطق هذه الكلمة،
وبعدين أعرضه لاكتسابها كخبرة واقعية. يعني كنت أقول آيس كريم، دونات، كيك، أوري له صورة وأردد الكلمة وأشتري له هي حقيقي. شوي شوي بدأت تنمو هذه المفردات، وصار يبدأ يردد معايا الكلمات اللي هو يسمعها. كل دقيقة في حياة محمد كنت يعني أحط إني هدف أساسي عندي إني أنا ما أبغى أضيعها، يكفي ما ضاع منها، أفكر في إني أردم الفجوة اللي موجودة بين وبين أقرانه في نفس المرحلة العمرية. وكنت أصور كثير حالات، لأن هذه المذكرات المصورة أو الصور هي أيضاً أنا أخلق منها قصص اجتماعية معاه، وهي فرصة حقيقية في التفاعل، إنه هو يتفاعل معايا، هي كنز لغوي، لأني أنا عارفة أنهم مدخلهم بصري وإدراكهم بصري، فالمثيرات البصرية والمفاهيم البصرية راح تنمي لي اللغة، وخصوصاً أني بديت وشفتها على أرض الواقع وبدأت تنفع مع محمد، فحياته وقصصه الواقعية اللي كنت أصور له هي عشان أرجع أني أتحاور معاه من خلالها، كانت هي القصة الاجتماعية الحقيقية اللي يبدأ يتفاعل معها لأنه هو عاش هذه التجربة. بديت أسوي له جلسات التكامل السمعي، يتلقى جلسات تدريبية. التكامل السمعي هي عبارة عن جلسات سويت له تخطيط مخ على أساس أنه أبغى أتأكد أنه فعلا ما عنده مشكلة في الذاكرة السمعية. هي هذه الجلسات تشتغل على تنمية وتحفيز الذاكرة السمعية وتعالج المدخلات السمعية. اشتغلت عليها فترة على أساس أن كل التدخل اللي أنا قاعدة أشتغل عليه، تنمية المفاهيم، الحضان اللي هو يروحها في المدرسة، الكلمات والمصطلحات اللي أنا أشتغل عليها معاه، كلها تعمل جنبا إلى جنب وتردم الفجوة اللي ممكن محمد يتعرض لها في غياب اللغة في الفترة الأولى. طبعاً إيش جلسات التكامل السمعي لمن لا يعرفها؟ هي عبارة عن مقاطع موسيقية توضع في الجهاز بذبذبات معينة من قبل الاختصاصي في هذا المجال، تختلف من أذن لأخرى، تستهدف أنها تأثر على الجهاز السمعي، ويتم فيها تعديل على الذبذبات سواء كان عالية منخفضة، حتى يبدأ يعني تدعمه من الجانب الأساسي في عملية النمو والتعلم. بدينا أيضا الدعم المنزلي والجلسات الخاصة، وهي تدعم يروح الصبح الحضانة، بعد كذا كان يروح الروضة، ويجي يعني كنت أستثمر كل دقيقة في حياة محمد لأني أنا أنميها. كان يجي له الأخصائي، ومن هنا أقدم له شكري العميق، الأستاذ محمد حسني، وهو يشتغل مع محمد من عمر يمكن أقل من السنة، وحتى الآن عمره 9 سنوات محمد، وإحنا على يعني باستمرار. الأستاذ محمد حسني هو متخصص أيضا في التربية الخاصة، أخصائي تربية خاصة، اشتغل على محمد كثير في موضوع التدخل المبكر، وكانت جلسات مثرية تماما يعني. لذلك أطلقت عليه يعني فعلا الأب الروحي لمحمد. الجلسات اللي كان باستمرار وإلى الآن وإلى اليوم وإلى غدا، والدعم الأكاديمي الحمد لله لاقى كثير من الدعم اللي تقدم فيه. اشتغل كثير على جانب التفاعل الاجتماعي، على مهارات التواصل البصري، النطق والتخاطب، تعديل السلوك، التعليمات والتدريبات. طبعا كثير يعني هي ليست لما نحن نتكلم عنها كأنها يعني هي مجهود ورحلة كبيرة ودعم، وفيها كثير من التعب، وممكن يعني تفشل عدة مرات وتنجح مرة إلى أن الحمد لله يجد الواحد ثمارها.
هذا مقطع كيف كل فرد يعيش على سطح الكرة الأرضية له وجوده وكيانه، ويسهم بدوره في مختلف الوظائف الاجتماعية والعملية وأطفال التوحد. يتميزون بقدرات خاصة ويتفوقون على الأشخاص الطبيعيين، وخاصة محمد. يمتلك ذاكرة قوية تساعده على تذكر كل ما يراه أو يسمعه بشكل مميز. ها ها، أسد 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 قرد 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 بين الأقمع أمشي أمشي بين الأقمع بقر. وين أبيض؟ وين زهري؟ وين برتقالي؟ وين أحمر؟ وين أسود؟ امشي على طريق الأزرق زين؟ يلا كل لا أزرق، يلا امشي امشي لفوق، يلا اللي فوق تأخذ الأسد، يلا مدي مشي الأسد، يلا على الطريق الأزرق، يلا مشي الأسد بطل، يلا الطريق الأخضر، مشي الأسد على الطريق الأخضر، يلا مشي الأسد على الطريق الأخضر. مويا يلا مويا مويا يا 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 يلا سوي كده مويا يلا مويا. ها وش هذي؟ ها ساعة بط أبي أبي أكل. يلا وش تبي؟ يلا خذ أبي أكل. تفضل شاطر. قبل الأكل بسم الله بسم الله. ماما أروى من هذي؟ ماما. يلا هنا هنا. طيب هات هات خلاص حطها على الكرسي. ماما أروى هات هنا. يلا خلاص يلا يلا روح جيب صورة. ها جيب صورة محمد، جيب صورة محمد 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 بطل. هات محمد شاطر. هات ها هنا محمد. يلا جيب صورة نوف نوف بطل نوف نوف. ها وريني هنا. ها نوف. طيب جيب صورة بابا متعب بابا متعب بطل بطل. يلا ظا لسان برا. لا لسان برا. ظا لا ظا ظي ظو ظا ظي ظو. طيب أبل بطل. طيب هنا بس بي يو اس بس بي يو اس بس ممتاز. الله أكبر الله أكبر لا الصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحا لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. B-A-R-R-O-T Butterfly B-U-T-T-E-R-F-L-Y Horse H-O-H-O-R-S-E Zebra Z-E-B-R-A Cat C-A-T Fish كانوا جوعانين. وبعدين في بحار ايش؟ جبل قدر والأحجار والحطب. اي بحار جبل قدر وأشعل النار وأشعل النار. وبعد أكلوا وناموا تاركين أكلوا وناموا تاركين النار.
هذه الحياة الدنيا التي نعيش فيها مثل المزرعة، فالذي يعمل خيرا يحصل على الأجر، والذي يعمل شرا يستحق الإثم. كل فرد أنا أشكر فعلا الأستاذ محمد حسني، دعمني كثير في محمد، يعني كانت الساعة المثرية في حياة محمد. إحنا لما نتكلم على مدار 9 سنوات بعمر محمد الآن، يعني هذه الفترة اللي فعلا ما هو بالسهل. هذه اللقطات أو المقاطع ما توصف حقيقة التدخل الكبير اللي تجتهد فيه كثير من الأسر، واللي يعني كل دقيقة يشتغل فيها الواحد بإذن الله تعالى راح تكون في صالح ابنه. الاستثمار في الأبناء، الاستثمار واكتساب المرحلة المبكرة من العمر، لأنها تختصر علي السنوات اللي بعد. هذا مو معناته أن محمد هو أحسن الموجودين، لا أبداً، قد يكون أقلهم، ولكن هنا نركز على أنه عندهم قدرة، عندهم إمكانية، بس نعطيهم المجال، نعطيهم الفرصة كيف أنه نشتغل عليه. الدمج أولاً وأخيراً مع أقرانه في العاديين، حتى لما أعطيه له في المناهج العادية يستطيع المعلم أن يكيف له المنهج بما يتلائم مع خصائصه. فأنا ما أبغى أتكلم الآن عن بلغة المختص اللي في الوزارة، لا، أنا بتكلم الآن كأم، لذلك يعني أحكي عن يعني عما قدمته، وفعلا أبناءنا يستحقوا مننا أن نقدم الكثير والكثير من أجلهم وأن نستثمر فيهم. طبعا محمد، نواصل محمد، التحق في روضة جامعة الملك سعود، حقيقة هي من أفضل الروضات، وأنا سعيدة أنه الحمد لله حالف محمد الحظ أنه التحق فيها لKG1 وKG2 وKG3 بعد ما خلص من حضانة دار السلام. الحمد لله، يمكن يعني لو أقول قد إيش الروضة دعمت ابني محمد، وكان النجاح حقيقي ولله الحمد. طبعاً أشكر قائدة الروضة، كانت الأستاذة مريم التركي، والوكيلة الأستاذة نورة الأمير، يمكن ما يسمعوا لي الآن، ولكن حقيقة يجب أن أشكرهم، ولجميع معلمات التربية الخاصة في هذه الروضة، ولكل معلمي ومعلمات التعليم العام اللي كان محمد في بينهم وكان في عندهم. يعني أنا أرفع قبعتي احتراما وتقديرا لهم لكل شيء. أي إنجاز محمد حققه الآن هو ليس فقط من قبلنا، ولكن لأن حالفه الحظ أن يكون محاط بمدرسة متميزة، بمعلمين من التعليم العام ومعلمين مختصين متميزين قدموا له الدعم. فكل فرد قدم لابني محمد الدعم، أنا يعني ليس لي غير أني أنا أدعي له على سجادتي وأقول الله يجزاه كل خير فيما قدمه. أي إنجاز بسيط محمد كان يسويه كان بالنسبة لنا يعني الكثير والكثير، وكان يعتبر حدث مهم. مع التدخل المبكر تتحسن الحالة الحمد لله، وبالتالي يعطينا الأمل المستمر بأن الحمد لله سلوك محمد يتحسن في الفصل العادي. لذلك قدمنا له، والحمد لله إلى أن تخرج من رياض الأطفال من جامعة الملك سعود، يعني حتى كان في الفترات الصيفية كنت أبحث أني أنا دائما ألحق في جميع المخيمات الصيفية، في جميع البرامج المتنوعة، حتى البرامج الترفيهية، البرامج اللي تعتمد على الخوارزميات، الذكاء الاصطناعي، كان وقتها ما هو الذكاء بس كان الروبوت وهذه الأشياء أول ما ظهرت، الكاراتيه، الدفاع، كل الأمور اللي يتخيل الإنسان أنه ممكن ولا مو ممكن. أنا يعني وألحق
ألحقت فيها وألحقت في أشياء كثير. أيضا الدعم اللي وجده محمد في غرفة المصادر، غرفة المصادر يعني الحقيقة تقدم لكثير من أبنائنا من التطور، لأنها one to one. فالدعم اللي يلاقيه في غرفة المصادر من خلال معلم مختص في التربية الخاصة هو يقدم التحسن اللازم لابنه. هنا في غرفة المصادر الحقيقة في يعني في جامعة الملك سعود لا أنسى الأستاذة المعلمة القديرة وهي الآن مشرفة، الأستاذة ميعاد النملان، أطلقت عليها لقب آن سوليفان التوحد. طبعا من منا لا يعرف من هي آن سوليفان؟ هي معلمة هيلين كيلر، المعلمة الأولى لهيلين كيلر وهي لا تسمع ولا ترى. لماذا أطلقت عليها؟ لأنها فعلا تستحق هذا اللقب. يعني أنا ما عمري يعني كيف لمست الحب اللي هي كانت تبادل محمد فيه، حبته كثير، كانت داعم له في فصله في غرفة المصادر، تنتقل معاه من كيجي 1 لكيجي 2 لكيجي 3 عشان تكون فعلا يعني تشوف ثمرة التحسن اللي هي تريد أن تكون. هذه هي المعلمة الحقة، هذه هي المعلمة اللي تتابع حياة محمد، تعرف يمكن أكله وشربه وتفاصيل دقيقة، وأول بأول تعطيني هي كأم حتى يكون في عملية تكاملية. وهذه هي الشراكة اللي احنا نقول عليها الشراكة بين المعلمة والأسرة الحقيقية عشان تتكامل وتتضافر الجهود. إلى أن ودعته في تخرج محمد من الروضة وقالت له كلمات جميلة جدا ولطيفة، وهي: محمد أحببتك ابنا ورأيتك أملا وودعتك إنجازا. إلى أن تركته وأصبحت تتابع محمد، وإذا كان في أي مناسبة كانت تروح له وتحضر هذه المناسبة. نأتي عند تأثير الخصائص. خصائص اضطراب التوحد متعددة خصائصهم، حتى في أكلهم انتقائيين، يعني حتى في طريقة الأكل لازم إلا يأكل وجبة معينة من نوع معين، يأكل حواف مثلا الشيكن ناجتس في هارديز لازم تكون نجمة ويأكل أطرافها، انتقائيين نوعية معينة عندهم، حتى فترات النوم ما يعرف إيش يعني مثلا كلمة قيلولة تصير عليها قضية. يعني خلي أذكر قصة قيلولة هذه. يوم من الأيام حاولت أني أفهم محمد أو أني أنا أخليه يخوض فكرة أنه ينام فترة لو نص ساعة يريح فيها بين الأخصائي وبين الدعم اللي إحنا نقدمه وبين التدريس وبين المدرسة، فقلت له ينام. فكان يومها أنا أذكر تماما كان يوم الأربعاء، قلت له ينام شوي وبعدين بعد نص ساعة أني أقومه. فطبعا لما قام استغرب أنه هو عادة لازم يقوم يكون يوم جديد، يلتحق يروح المدرسة يسوي برنامجه أو روتينه حق المدرسة أنه يغسل أسنان ويلبس المريول. فقلت له: لا يا محمد، إحنا لسه يوم الأربعاء. طبعا هو مرة يعني مهتم بالتواريخ ويهتم بالتقويم ويتابع الأيام، فلما جاء وشاف التقويم إنه ما تغير، إحنا ما زلنا في يوم الأربعاء، فكيف إنه نام وصحي وإنه ما تغير اليوم ولا تغير التاريخ؟ طبعاً هي تصير زعل في الأول وإنه كيف ما تغير، بعدين يكتسب الخبرة ويعرف إن هذه اسمها قيلولة. هنا كان أول مفهوم يفهم فيها القيلولة. كل جزئية من هذه فيها قصة مع محمد. عندهم ملاحظة ودقة قوية، يعني لما كنت ركبت مرة معاه في المصعد، المصعد ما في رقم 16 وأنا كنت ما أصدقه وأقول له: لا يا محمد مو معقول. لما رجعت فعلا طلع ما في رقم 16. لما سألنا قالوا أن فعلا رجال الأعمال يتصعدوا في مصعد خاص يطلعوا للدور 16. إذن هنا ما شاء الله دقة الملاحظة.
أيضا مثلا كان من في لعبة أبل سون كامينج سون، كان له قصة كيف إن اللعبة، كيف نقنعه أن اللعبة هذه لسه ما هي موجودة على الأبل، غير أسئلته الكثيرة أن ليش، طيب أقنعيني أن اللعبة ما هي متواجدة، اهتمامه بدقائق الأمور، هذه من كلها من أعراض وخصائص اضطراب التوحد. يعني يترك الشيء المهم والحدث الكبير ويركز على أمور بسيطة، أحيانا اهتمام بشيء ما يجذب يعني أو ما يلفت انتباهنا نحن كأسر. عنده دقة كبيرة في خرائط جوجل ماب، كيف أنه يمشي بالخرائط ويتوسع فيها إلى أن يعني حتى في الخريطة يحاول يبحث أنه كيف يروح دول العالم من خلالها، كيف أنه يلتزم بمسارات أحيانا محددة في الخريطة. إذا كنا يعني مثلا بالسيارة، كسر الروتين مع اضطراب التوحد يحتاج إلى جهد. الآن أنا الحمد لله والشكر لله كسرت العديد من الروتين، لأن عندي قناعة أن بما أنه اضطراب التوحد يركز على الروتين فأنا حابة أني أنا أكسر الروتين. أحياناً بعض الأخصائيين يقول لا، إن إحنا عشان ما نثير غضبه وانفعالاته فإحنا نمشي على روتينه اللي هو معتاد عليه. لكني مع محمد أنا اشتغلت على كسر الروتين، لأني افترضت إنه هو يجب أن يعيش في بيئة طبيعية، في بيئة عامة، فأنا ما راح أحدد له كرسي معين، لون محدد، نمط في الشارع أنا أمشي لازم وفق اتجاه معين بالسيارة عشان هو يكون راضي. فصحيح أني كنت أتعب بكسر الروتين، ولكن حتى أتغلب على الكثير من هذه السمات. يوم من الأيام هنا في لعبة الآيباد، يوم من الأيام هو طبعا في الآيباد عادة إحنا نشوف اليوم والتاريخ، فكان أعتقد أنه كان شهر مارتش، فهو كان مركز أنه طول الوقت مارتش. أول تغيير كان بالنسبة له ينتبه له أنه تغير من مارتش لأبريل، فكان هنا في بكاء وصريخ ليش مارتش راح وجاء أبريل. فمن هنا بدأت ثقافة التقويم وتنمية التقويم، أن هذا عبارة عن شهر وتغير الشهر، دقائق الأمور يركز عليها. كان في اختلاف حتى يعني صار يعرف أن شهر 30 أو 31، لأنه كان يتعجب بعض الأشهر تجي 30 ما هي 31 ما اكتملت. هذه كلها من تأثير الخصائص، بدينا ننمي المهارات، يركز ركزت معاه على كل الأشياء المختلفة. هنا نقول يجب أن تكون الأسرة منفتحة ولا تكون منعزلة. الانعزال والانفتاح هي أن إحنا نعترف بأبنائنا ونظهرهم على المجتمع ونعدل سلوكياتهم في الخارج أثناء دمجهم، فالتحق كثير. هنا أيضا أشكر الأستاذ أخصائي العلاج الوظيفي، وهو يعني بصراحة دعمني كثير في مع محمد واشتغل عليه كثير في هذا الجانب، الأستاذ سميح، واشتغل عليه في تدريبه للسباحة، وكان يوميا إلى أن تدرب وأتقن السباحة والغوص الحمد لله. لذلك كل المخيمات والمراكز الصيفية نؤكد فيها على الدمج المجتمعي، وأيضا السنزونين، وهي بيئة متعددة الحواس اشتغلنا عليها. بعد كذا بدأنا نلتحق ونبحث عن المدرسة الابتدائية، من حقوق كل أسرة أن تختار المدرسة التي تريدها لطفلها. أنا ما أقول أن ما واجهت مشكلة أو تحدي المدارس، ولكن كان التحاقي بمدارس المدينة الأكاديمية قائدة الابتدائية الأستاذة نورة العقيل
من الصف الأول الابتدائي، وكذلك مشرفة التربية الخاصة الأستاذة عبير نمور. يعني أشكرهم كل الشكر والتقدير. وجدت البيئة التعليمية الحاضنة لابني محمد، اشتغل يعني الدعم الكبير الأكاديمي التعليمي من أول يوم التحق في هذه المدرسة. طبعا ندرك تماما أن أول يوم يلتحق فيها طفل كان ملتحق بالروضة، وفلسفة رياض الأطفال تختلف عن فلسفة مقاعد وطاولة وصف دراسي والخروج والدخول بانتظام. حقيقة يعني لولا الله سبحانه وتعالى ولولا دعمهم وتفهمهم لخصائص اضطراب التوحد والدعم، صحيح أول شهر يكون متعب في انتظام طلاب التوحد اللي طالعين من مرحلة رياض الأطفال، ولكن وجد يعني الحمد لله كان في مدرسة داعمة له. وكذلك شكري لمعلمات غرفة المصادر والأستاذة هند الحامد اللي فعلا دعمت محمد في غرفة المصادر في التحاق وفي الصف الأول الابتدائي والثاني والثالث في قطاع البنات. المعلمات الظل أيضا اللي يعني استقطبتهم لابن محمد، وكان هناك يعني الأستاذة ولاء العتيبي وأمل التركي وجواهر التركي اللي دعموا محمد. أقول لهم من القلب أسأل الله أن يجعل كل ما قدمته في موازين حسناتكم، فكانوا معلمات ظل مرافقات لابني في فصل التعليم العام في الدمج الأكاديمي. الحياة المدرسية هذا هو الدمج الكلي، هذا هو الأمل المنشود الذي نطمح له. المعلمات التعليم العام في المرحلة الابتدائية كانوا فعلا صبورات. يعني تخيلوا مثلا على سبيل المثال، يعني محمد كان جاته فترة إذا جاء يكتب سطر وغلط في كلمة يمسح السطر كله من أوله لآخره عشان يعيده. يعني كيف كانوا يشتغلوا مع محمد ويصبروا على هذه الأشياء الكثيرة. وأكيد هناك مواقف كثيرة كانوا يعطولوا مهمات ويشركوا فيها. يعني كان من مهمته أنه يشوف رصد الحضور والغياب، وهذا هو الدمج الاجتماعي الذي نطالب فيه دائما. فكان يحب أنه يعرف أصدقائه اللي جايين واللي مو حاضرين واللي غايبين. ليش؟ يريد أن يزرعوا في الدمج الاجتماعي. هذا هو كان إلى الصف الثاني الابتدائي بجانب أقرانه في التعليم العام في فصول الدمج الكلي. مشاركاته يعني تحفيزه أكسبوا العديد من التجارب والخبرات، إشراكه في الإذاعة المدرسية وإشراكه في كل الأشياء. كثير يهتم محمد بالأمور العلمية والرياضيات، يحب العلوم، يحب الرياضيات، يحب الأرقام، يحب مكونات الجهاز الهضمي والأشياء اللي ترتبط في واقعه. كثير محمد اكتسب الحمد لله كثير من الأمور المختلفة لما بدأنا في موضوع التعلم عن بعد. أيضا حاولنا قدر الإمكان أن يتفاعل رغم صعوبتها، إلا أنه الحمد لله والشكر لله يعني نحن وأنتم داعمون لكل يعني طفل يكون في من ذوي اضطراب التوحد، المعلم والمعلمة. الحمد لله الآن محمد في الصف الرابع الابتدائي، يعني إن شاء الله نتجاوز محنة يعني الأزمة هذه وإن شاء الله نعود لمقاعد الدراسة. حظى محمد في الصف الرابع الابتدائي الآن أيضا في قطاع البنين بمعلمين متميزين داعمين متفهمين ومكملين لكل ما نقدمه لأبنائنا ولطفلنا من ولكل ما نواجه من تحديات، هم معنا بإذن الله تعالى. طبعا الرحلة فيها تحديات كثيرة مع ابني،
هي تحديات مختلفة، ولكن أيضا فيها نوع من التجارب اللي ممزوجة بقصص جميلة جدا مع يعني في حياة هذه الأسرة اللي نعيشها، وفي حياة كل طفل من ذوي اضطراب توحد موجود في أسرته. لنا مواقف كثيرة مختلفة متنوعة. الحمد لله من الله علي بالعمر، يعني شفت ابني محمد حكايته هذه اللي ممكن لخصتها على عجالة، وفيها الكثير والكثير اللي ما تكلمنا عنه. إنه وقع كتاب هذه حكايته اليومية، وكان يعني سعيدة جدا بإني أشارككم بقصتي مع ابني، وإن شاء الله يعني الكثير يستفيد منها، خصوصا لمن لديه ابن حديث النشأة وحديث الولادة. فبإذن الله يعني دائما أنا أقول إن ابني محمد منحني الدكتوراه في التربية، وكيف وعلمني كيف أعرف إني أكون أم، علمني الصبر، ومهما قدمت لابني هذا حقه علي وواجبي، وما أكون أصلا سويت شيء له. بالأمس كان يوم الأم ويقول لي محمد شكرا لكل ما بذلتيه من جهد لرعايتي، واليوم أنا أقول له شكرا لأنك علمتني معنى الحب والحنان والصبر والإصرار والتحدي. حبي الشديد لمحمد دفعني أن أغوص في أعماق التوحد لأدخل عالمهم وأناضل من أجلهم بكل تفاصيل حياتي. محمد معي، الله لا يحرمني منه ولا يحرمه مني، والله يقر عيني فيه. ينبض قلبي فخرا بابني محمد، وأسأل الله أن يحميه ويحفظه. شكرا لكل أم كانت عونا لي واستفدت من تجربتها. رسالتي لكل أسرة أن من أساسيات السعادة كما دائما نؤكد هو الإيمان بقضاء الله، والحمد لله أن اختصنا الله وميزنا عن غيرنا ووهبنا أجمل خلقه. ودائما يعني الصبر هو مفتاح الفرج. استمتعوا في حكايات طفلكم، واستمتعوا في هذه الرحلة الجميلة. يجب أن نعيش أدق تفاصيل ابننا أو ابنتنا. كل واحد منا في هذه الحياة له أسلوبه، ومحمد كان له أسلوبه الخاص الذي علمنا كيف نتعامل معه. اصنعوا من أطفالكم قصص وحكايات نجاح، فأنتم من تشكلوهم وتطورونه. إيمانكم بقدرات طفلك أو أطفالكم يصنع المعجزات. استثمروا في أطفالكم، ثقوا أن ابنكم أو ابنتكم بإذن الله راح نشوفهم في المكان اللي إحنا رسمنا لهم. يعني يجب أن تكون توقعاتنا مناسبة على حسب قدراتنا، وما نستعجل النتائج. كل طفل في هذه الحياة يعني له طريقته المختلفة. توصياتي لكل أسرة رزقها الله بطفل أو أكثر من ذوي اضطراب التوحد، أن نرجع في دقائق الأمور للمختصين، نأخذ منهم العلم الأكيد. عالم التوحد فيه أشياء كثيرة مثبتة علمياً بالأدلة والبراهين يجب أن نعتمد عليها، وأن لا يكون أبناءنا حقل تجارب. اضطراب أبناءنا هو يعني اختلاف فقط، اختلاف فقط. هو قادر على كل شيء ولكن بطريقة مختلفة. الأسرة هي الركيزة الأساسية لمعرفة الجوانب النمائية لطفلها، فنجاح أي برنامج أي شيء يعتمد على مشاركة الأسرة. وبلسان محمد يهديكم حكايته البسيطة والقصيرة، ويقول لكل طفل توحد لعل أيامكم تكون أجمل من تفاصيل حياة. هذه حكاية محمد، أسعد وأتشرف أنا وابني محمد أن نهديكم إياها.
يمكن مسح الباركود لتحصلوا على نسخة إلكترونية وهي عبارة عن مجلة ابني محمد فيها تفاصيل هذه الحكايات. وكل أم أو أب لذوي الإعاقة هو يعني تحية لهم، تحية لك أيتها الأم العظيمة، أم ذوي اضطراب التوحد، فهي عظيمة في عطائها، في أمومتها، في صبرها، في إصرارها، في كل شيء. شكراً لحضوركم. هذه قصة محمد باختصار، سنكملها لكم بإذن الله تعالى حينما يحصل على الشهادة الأكاديمية بإذن الله تعالى، ونثبت لكم جميعاً أن أطفال التوحد قادرون. شكراً لحضوركم، شكراً لمشاركتكم، وهذه هي حكايتنا. وسعيدة إذا كان عندكم أي استفسار، عندكم أي مداخلة، عندكم أي مشاركة حابينها. وأسعد وأعتذر كثير أني أطلت عليكم، وأتمنى لكم يوماً جميلاً. يعطيك العافية دكتورة، شكراً لك، حكاية ممتعة وشيقة، يعطيك العافية، والله يخلي لك محمد إن شاء الله. الله يعطيك العافية، شكراً لكم. وأنا يعني بانتظار إذا كان في مداخلات، أسئلة، سواء كانت مكتوبة صوتية، أسعد ويعني لسماع كل ما لديكم. الله يعطيك العافية. طيب الحضور إذا حابين الله يعطيكم العافية تسألون الدكتورة أي سؤال، تقدرون تكتبون في صندوق المحادثة أو بالQ&A اللي هو الأسئلة والأجوبة. يعني أنا حابة إنه إذا كان في أحد من الأسر أيضا له اهتمام، إذا من المختصين أو من المعلمين، حابين أي خصائص، أي أسئلة عن اضطراب التوحد، أنا مستعدة يعني نتناقش فيها، وأنا بانتظار أي مداخلة، أي يعني أي حاجة، أي تعقيب، أنا معكم وأسمع وأسعد بسماع كل ما لديكم. إذا أحد يبغى يسأل صوت أقدر أعطيه المايك، بس يقدر يرفع علامة اليد اللي تحت اللي لونها أصفر raise hand، وأقدر أفتح له خاصية أنه يقدر يتكلم ويسأل الدكتور أي سؤال حاب. طيب في هنا عندنا تفضلي. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معك الدكتورة منى الغريبي. بداية يعني أحب أشكر الدكتورة أروى على هذا العرض اللي حقيقة يعني مهم بالنسبة للمختصين أولا، وثانيا للأمهات والأهل اللي لديهم أطفال بالتوحد. هي قصة ملهمة حقيقة، رحم الله الوالدة الدكتورة فوزية على ما يعني حقيقة ربت ابنها بهذه الشجاعة وبهذه القوة لمواجهة التحديات. حقيقة أنا عندي فقط سؤالين. السؤال الأول يتعلق بالجندر، هل هناك اختلافات؟ يعني أنت ذكرتي دكتورة أروى الخصائص يتمتع بها طفل التوحد، ولا منها مثلا مجموعة ذكرتيها، هل هناك فروقات بين الذكور والإناث في طبيعة التخصص؟ طبعا احنا نعلم أنه الإنسان العادي أصلا هناك اختلافات، لكن من ناحية جندرية هل هناك أي اختلافات بين الذكور والإناث والأطفال التوحد؟ ثاني شيء إذا بالإمكان يعني تعطي نصائح للمختصين اللي يعملون مع أطفال التوحد غير المدرسين، يعني خلينا نقول مثلا أخصائيين اجتماعيين وما إلى ذلك. شاكرة لك على هذا العرض، وشاكرة على هذا الحضور الجميل منك دكتورة عروة. يعطيك العافية، وشكرا لك دكتورة، وسعيدة دكتورة منى بتواجدك معنا اليوم، وسعيدة على كل ما طرحتي. بالنسبة طبعا يعني أنا في حدود يعني معرفتي بهذه الأمور،
فيما يتعلق باختلاف الجندر، طبعا الخصائص غالبا هي تقريبا في خصائص معتمدة من الجمعيات الأمريكية المتخصصة والمختصين في سمات اضطراب التوحد، يعني مثلا الرفرفة وهذه الأشياء، هذه السمات تنطبق على البنين الذكور والإناث. لكن إذا كان نبغى نشوف يعني نسبة الذكور هي طبعا أكثر بكثير من نسبة الإصابة باضطراب طيف التوحد عن البنات. غالبا الخصائص والسمات هي موجودة وفيها معتمدة وتنطبق على البنين والبنات، ولكن الاختلاف في أن الخصائص لا تظهر، مو بشرط أنها تظهر جميعها في الفرد الواحد أو في المصاب الواحد. الخصائص تختلف في شدتها وتختلف أيضا بحسب المرحلة العمرية، وتختلف وفق الفروق الفردية لكل طفل في عدد هذه الخصائص. في بعضهم يكون يعني خصائص قليلة، عادة يعني ما يوصم أنه هو باضطراب طيف التوحد أو أنه يكون أنه عنده هذه المشكلة إلا من الخصائص أنها تكون من 3 أو أكثر من الخصائص المعتمدة. بالنسبة لنصائح المختصين في التخصصات المختلفة، طبعا إحنا نعرف إحنا كمجال اختصاصي يقدم الدعم لأي اضطراب أو أي إعاقة يكون فريق متعدد التخصصات، هم من يقدمون الدعم لاضطراب التوحد. يعني يكون في معلم التعليم العام، الأخصائي النفسي، الأخصائي الاجتماعي، معلمة طبعا التربية الخاصة، أخصائي النطق والتخاطب، أخصائي تعديل السلوك، هم كلهم يجتمعوا مع بعض ليقدموا الخدمة الملائمة والمكملة لكل طفل في هذا الجانب، يعني في جوانب الضعف، في جوانب القوة، يعني جوانب القوة حتى يتمكن منها أكثر وحتى ننميها، وجوانب الضعف حتى نتغلب على المعوقات التي ستواجهه التحديات. الأخصائي الاجتماعي شريك رئيسي، على سبيل المثال إذا قلنا أخصائي الاجتماعي، لأنه أساساً لما يدرس الحالة ويعرف إيش هي المشكلات اللي موجودة في الطفل، كل طفل يختلف، كل طفل فريد من نوعه، فكل أخصائي لما يعرف يدرك كيف يخليه يندمج اجتماعياً، كيف يعزز الجانب الاجتماعي من دوره، سواء كان في الفسحة، إذا كان في المدرسة، سواء كان في المجالات المختلفة اللي يمارس فيها دوره. فكل شخص عنده في جانب هذا الاختصاص يقوم بدوره الأساسي في، لأنها عملية تكاملية، عملية تقديم الخدمة أو التكامل في تقديم التدخل الملائم لكل طفل. ويعطيك العافية وشكرا للسؤال. إذا كان في استفسارات أخرى؟ أيوة دكتورة، شكرا لك على الإجابة. في أستاذ عبيد، تفضل أستاذ عبيد. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا صديق محمد من المدينة الأكاديمية، كان هو أعز أصدقائي. مين معايا؟ مين؟ فراس. أهلين، أهلاً صديقي محمد. إيوة الله يخليك، كيف حالك؟ طيب إن شاء الله؟ طيب والله أنا سعيدة، سعيدة جداً أني أنا أسمع صوتك يا فراس، أسعدتني جداً بأنك أنت موجود، وشكراً يعني شكراً. أنتوا أصدقاء محمد، وانتم دائما اللي احنا نقول ان الاصدقاء بتواجدهم وكيف دعمهم
يعني محمد دائما يعني تدريب الأقران، وهو هذا اللي يرفع من التدخلات الملائمة والاجتماعية بتواجد الأصدقاء. شكرا لك يا فراس لحضورك، وحابب تقول شيء فراس؟ ما أدري راح فراس ولا لا. موجود موجود، يعطيك العافية، أنا جدا سعيدة بوجودك اليوم معنا، شكرا لك. عفوا. شكرا لك فراس، والله كلنا سعيدين بوجودك، يعطيك العافية. فعلا يعني صراحة هذا شيء يعني احنا فخورين فيه والسعداء ان يعني فراس من الطلاب اللي جدا رائعين ومتميزين، ومحمد مرة كثير يحبك. ما شاء الله، الله يخليهم البعض ان شاء الله. سلامي لمحمد. الله يسلمك ان شاء الله، شكرا يا فراس لحضورك. عفوا. وانا شكرا لك فراس. طيب في اي احد حاب يسال الدكتوره؟ اذا ما في مداخلات ممكن او ما في اسئله مكتوبه ممكن نختم. اي اتوقع دكتوره ما في. طيب. لا في في دقيقه معلش. حمزه، اخ حمزه تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا الاستاذ حمزه مدرس لمحمد. اهلا وسهلا. اقدم اول شيء فخري واعتزازي صراحه اني بتعامل مثل محمد والطلاب صراحه ما شاء الله المتميزين، اللي كان لي الشرف صراحه اني اتعامل معهم الفتره الماضيه، وهذا إن دل على شيء بدل صراحة على يعني على تعلم والدته، على حرصها على ابنها في تطوير مهاراته في الحياتية يعني، وكلامه والتواصل مع الأصدقاء والتواصل مع المعلمين. فيعني صراحة كانت تجربة كثير طيبة بالنسبة لي لما مع محمد. بس يعني نحب صراحة أشكر الوالدة على اهتمامها وحرصها على ابنها. يعطيك العافية. شكرا شكرا. وبعتذر أن دخلت متأخر، بس والله كان في عندي كذا شغلة وما قدرت يعني أدخل في الوقت المحدد، معلش. فهم أنه كان يعطيني الرابط أنه على 9:30 يبدأ الظاهر. هو مكتوب 8. يعطيك العافية، شكرا لك أستاذ حمزة. وأنا سعيدة يعني إحنا الآن في الصف الرابع الابتدائي والأستاذ حمزة يعني شكرا جزيلا لكل ما تقدمه. ويعني إحنا اللي نشكرك لأن فعلا يعني تفهمك لخصائص اضطراب التوحد وطريقة التعامل وطريقة توصيل المعلومة لهم، وصبركم أيضا على أحيانا يعني بطئهم في عملية القراءة وبطء في الإجابة على الأسئلة، وهذا يعني تميزكم وتفهمكم. شكرا لكم وشكرا لحضورك، وأنا سعيدة بتواجدك، وبإذن الله يعني توصلك النسخة قصة محمد وتقرأها من خلال المجلة الإلكترونية بما أنه فاتتك البداية. شكرا لك. شرف إلي والله، وكرر شكري وما قصرت، ويعطيك ألف عافية إن شاء الله. التوفيق. الله يعافيك. الله يعافيك. كل احترام. دكتورة في هنا سؤال مكتوب. أنا ولدي علي عمره الآن 22 سنة، أكمل دراسته الثانوية تربية خاصة، كيف يندمج في المجتمع ويعمل كباقي الشباب، وكيف أقدم له وظيفة مناسبة له؟ إذا تسمح لي دكتورة بس أحب أنوه على شيء ولا مقاطعة من كلامك. إحنا في مركز التميز للتوحد، في عندنا برنامج التأهيل المهني للشباب والشابات من ذوي اضطراب طيف التوحد في عمر 18 أو أكبر. فعندنا تأهيل مهني نأهلهم على إن شاء الله يكون لهم مهارات وقدرات مناسبة إنهم يكتسبون وظيفة إن شاء الله في المستقبل. فإذا حابة دكتورة
أيوة. دكتور سمير أتوقع صح؟ دكتور سمير إذا حاب في عندنا تابعنا على تويتر نعلن عن البرنامج إذا حاب تنضم لنا. طيب تفضلي دكتورة، اسمحي لي قاطعتك. لا ابدا بالعكس، يعطيك العافيه. انا كنت اصلا يعني راح اذكر مركز التميز، وفي يعني وبالنسبه للدمج في المجتمع يفترض ان الدمج في المجتمع يبدا من البدايه. يعني ما شاء الله تبارك الله، الله يخليه، انا ما اعرف لسه حتى اذا كان هو اضطراب توحد، علي عمره 22 سنه، اذا هو توحد يعني الدمج المجتمعي الآن أنا ما أعرف من البداية هل كان في روضة مدمجة، بما أنه كمل ثانوية، فإن شاء الله بإذن الله يعني الدمج الاجتماعي ممكن حتى لو ما كان من البدايات، وممكن يكون في المحلات المخيمات الصيفية التي تعقد، في جميع البرامج والمراكز، في الحياة الاجتماعية على صعيد الاجتماعات العائلية، يعني في كل مكان يجب أن، يعني أنا محمد في كل الأماكن يروح معايا، في جميع الأشياء أنا أبحث وأنا أخلق له الرحلات المجتمعية اللي تنمي فيه التدريب الأقران، يعني مع الأقران، مع اندماجه المجتمعي، المهارات الحياتية يجب أن يخوض هذه التجربة في جميع المراكز الترفيهية، المولات، التسوق، المقاضي، هذه المهارات الحياتية اللي راح تخدمه. فلذلك هذا هو الدمج اللي في المجتمع يجب أن يطلع لي على قولهم للشارع، ويعرف كل الأمور حتى يكتسب الخبرة الكاملة من حول. الأستاذة سعاد أعتقد كاتبة، هل صحيح نسبة التوحد في الذكور أعلى من الإناث؟ نعم، النسبة من 1 إلى 2 الآن آخر الدراسات أكدت النسبة أنها أعلى بكثير، يعني 1 إلى 4، يعني كل 4 إناث يقابلها ذكر. دكتورة؟ العكس تماما. أيوة نعم. طبعا. أيوة انقطع صوتك شوي. الآن في صوت؟ أي الآن ممتاز. أي فما أدري إذا كان يعني في استفسارات أخرى؟ أي في عندنا أستاذة سعود، تفضل. أستاذ عبد الله معليش تفضل. أهلا وسهلا، أشكرك أستاذ أروى على المحاضرة هذه فيما يخص موضوع أدرك محمد، وإن شاء الله يكون يعني من في تميز المجتمع ويخدم المجتمع في المستقبل، في اندماجه في البداية إن شاء الله راح يساعده على أن يكون عنصر فعال بين المجتمع. أيضا أحب أشكرك أيضا على المحاضرة هذه، حضرت جزء يسير منها للأسف، فأتمنى إذا في إمكانية أن ترسل إذا كانت مسجلة المحاضرة وترسل القصة محمد في الواتساب حتى نستفيد منها إن شاء الله لتعاملنا مع الطلاب، وهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، واهتمامنا بهم مثل اهتمامنا بزملائهم الطلاب، فبإذن الله نكون قدر المسؤولية مع زملائنا المعلمين أيضا في دمج الطلاب أمثال محمد في المجتمع، وأن يكونون بإذن الله فاعلين في مجتمعاتهم. شكرا جزيلا على هذه المحاضرة، وبإذن الله نستفيد منها أكثر الاستفادة. يعطيك العافية، شكرا لك أستاذ عبد الله، سعيدة بوجودك اليوم، وبإذن الله ما يفوتكم شيء. مركز التميز للتوحد أعتقد أنهم مسجلينها، يمكن ينزلوها على رابط، يمكن دكتورة رفيف تفيديني في هذا الموضوع. وبالنسبة لمجلة محمد راح أعيد الباركود وأرسل لكم هي يعني للاطلاع والتصفح لجميع الحضور بإذن الله. يعطيك العافية دكتورة، صحيح الله يعطيها العافية دكتورة أروى، سمحت لنا نسجل المحاضرة
بإذن الله راح ننشرها على موقع المركز في تويتر، ومعليش راح نرسلها، راح نعرضها على موقع المركز في اليوتيوب بإذن الله بقناتنا، وراح ننزلها كمان في تويتر بإذن الله في خلال أقل من أسبوع إن شاء الله. يعطيكم العافية. في أحد حاب أي استفسار أي سؤال قبل ما ننهي مع الدكتورة؟ أتوقع دكتورة كذا الله يعافيك أجبتي على كل الأسئلة. يعطيك العافية. كأني أشوف في ريز هاند واحدة. أستاذ حازم سبق وشاركنا، ممكن عنده مشاركة ثانية، خلينا نشوف. فيه أيوه. في أخت أمينة الرويلي، أخت أمينة الرويلي واضح صوتي؟ لازم تشيلين من عندك علامة ال أيوة. شلت واضح الصوت؟ واضح الصوت؟ أي الله يعطيك العافية. أحب أشكر أستاذة أروى على عطائها، والله يعوضها إن شاء الله بجهدها مع ابنها وتشوف ثمراتها إن شاء الله، ويفرح قلبها فيه ويقر عينها فيه. الصراحة أستاذة أروى يعني تعطينا دائما الطاقة الإيجابية وطاقة العطاء لا متناهية، الله يعطيها ألف ألف عافية. حبيت بس أشكرها. يعطيك العافية أستاذة أمينة، شكرا. الله يسعدك. الله يسعدك. العفو العفو. الله يسعدك أنت ويهنيك قر محمد إن شاء الله يا ربي. آمين، ويخلي لكم كل من يعز عليكم إن شاء الله. آمين إن شاء الله. آمين إن شاء الله. شكرا لك. العفو العفو العفو. يعطيكم العافية. أتوقع الآن ما في أي استفسارات. مرة شكرا لك دكتورة أروى، الله يعطيك العافية صدق، يعني من أكثر المحاضرات الشيقة اللي أنا شخصيا استمتعت فيها. يعطيك العافية، وبانتظار إن شاء الله النسخة الإلكترونية بعد بإذن الله. إن شاء الله. شكرا. إن شاء الله. شكرا شكرا للحضور جميعا، شكرا لكم، وأكرر شكري في الختام لمركز التميز للتوحد على هذا